متأخر على ميعاد العيادة. ماني خلاص خلصت اهو، تعبتك معايا يا استاذ مفيد من اول الحمل ولغايه دلوقتي وانتي معايا. ده دور الرائده الريفيه وده واجبي، وكفايه ان انا اتعرفت عليكي وبقينا اصحاب. وزي ما انتي عارفه الممرضه الاول هتسالك على شويه حاجات، وبعدها تخشي للدكتوره تكشف عليكي. اتفضلي. دلوقتي انتي ربعنتي، وكويس انك ما استنيتيش اكتر من كده عشان تبقي تاخدي وسيله تنظيم الاسره. والوسائل دي ما بتاثرش على الرضاعه ابدا، وفي وسائل مخصوصه لفتره الرضاعه، ودي امان جدا على الام والمولود. يلا اتفضلي. هاي اطمنتي؟ الحمد لله البركة فيك. لا ابدا انا ما عملتش حاجة. اسألي استشيري عن وسائل تنظيم الاسرة لما تلاقي رمز الثقة ده. مشروع القطاع الخاص تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.